تداول رواد السوشيال ميديا منشور أثار جدالا واسعا يحمل هاشتاج عروس المحلة ومطالبات بمقاطعة ميك اب ارتست شهيرة بسبب إهانتها للعروسة. الحكاية بدأت بمنشور على الفيسبوك تداوله ملايين من الأشخاص كان مضمونه ميك اب ارتست غسلت وش العروسة عشان ميك اب سواريه مش خطوبة. في البداية كان المنشور يتداوله الجميع على سبيل الهزار، حتى علقت العروس نفسها لتؤكد الواقع. 450 جنيه سعر الميك اب. قالت العروسة المحلة في تصريحات أنها استقرت على حجز ميك اب الخطوبة مع ميك اب ارتست تدعى نورة، وعندما سألت على الأسعار الخاصة بها على الصفحة الرسمية لها فكان سعر الميك اب السواري مناسب للعروس وهو 450 جنيه. وتابعت عروس المحلة: أنا كنت عايزة ميك اب بسيط وكان السعر ده مناسبني، عشان كده حجزت. أنا ما ضحكتش عليها في حاجة، وبعد ما خلصت ما عجبنيش لأن المساعدة عملت لي ميك اب اوفر بس ما تكلمتش. واستكملت حديثها: بعد ما خلصنا الميك اب ارتست اتفاجئت بخطيبي والزفة، وخيرتني بين اني ادفع 1000 جنيه زيادة او اغسل وشي، فانا اخترت اغسل وشي لان ما كانش معايا فلوس. واضافت عروس المحلة: رحت البيت بعدما غسلت وشي وعملت ميك اب لنفسي. كان المفاجأة بعد الجدل المثار انها انهالت مكالمات عديدة على طرف الميك اب ارتست تطلب السماح من عروسة المحلة بالعودة، لكنها رفضت، وكان اخر تواصل بينهما عن طريق زوج الميك اب ارتست مطالب الفتاة الذهاب لهما للظهور معهما في بث مباشر. قالت عروس المحلة: نصاً عرضوا عليا اطلع لايف عشان اقول كلام ما حصلش، لكن انا مش هعمل كده.